الأرقام اللي طلعت هذه الأيام في عندنا في الجزائر هو لعدم احترام الناس لهذه الشروط هذه نتاع الوقائية. لذلك لازم الناس تفهم باللي واحد الوقت وصلنا استقرار الأرقام لا لاحظتهم. ولكن لماذا؟ لأن الناس كانت واعية، بعد عندما شافوا الأرقام على المستوى يعني تحسنت نساو باللي كاين هالوباء هذا مازال موجود في وسطنا. والآن لازمنا نرجع إلى هذا التوعية، هذه لازم الإنسان يكون واعي فرديا وجماعيا.